بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع حلقات هذا البرنامج قواعد قرآنية، وقاعدة اليوم تدور حول قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ربنا عز وجل يقرر أن الإنسان بصير على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان بصير على نفسه، الإنسان أدرى بنفسه وأدرى بأحواله وأدرى بذنوبه وأدرى بتقصيره في حق الله عز وجل من غيره، ومهما اعتذر ومهما ادعى الأعذار والمعاذير في تقصيره وفي مخالفته، فهو يعلم في قرارة نفسه ما أتى به من جرم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هل هذا في الآخرة أم في الدنيا؟ قيل إن هذا في الآخرة، فالإنسان يأتي في الآخرة يقال له: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تبصر كل شيء على حقيقته، ومن ذلك أن يكون بصيرا بحقيقة نفسه. وربما جادل واعتذر، وربما كذب، يعني كذب. المشركون يوم القيامة يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، ويعني يحاولون أن يعتذروا، فالله تعالى يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا تقبل منهم الأعذار. ويقول كذبا، يقول: ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء. فيقال لهم: بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون. فهذا اليوم لا يؤذن لهم فيعتذرون فيه، ولو اعتذروا لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكذلك هذا في الآخرة، وكذلك في الدنيا. فالإنسان مهما ادعى الأعذار ومهما حاول أن يعتذر أمام غيره أو يعتذر أمام نفسه ويبرر لنفسه ليسكت ضميره، أحيانا الإنسان يعاني من وخز الضمير، وضميره يقول له: أنت مقصر، أنت مخالف لأمر الله. فيقول له: ماذا أصنع، عندي كذا وكذا، وأنا يعني ورائي كذا وكذا، وبسبب كذا وكذا، ويعتذر حتى لنفسه. ومع ذلك فهو في قرارة نفسه يعلم مخالفته ويعلم تقصيره ويعلم ما أتى به. هل حاسب هذا الإنسان نفسه؟ هل رجع إلى نفسه واستمع إلى صوت ضميره وهو بصير على نفسه؟ والله تعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وكلمة بصيرة هذه يعني إما أنها خبر للإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي الإنسان بصيرة على نفسه، ودخلت التاء هنا بصيرة كما دخلت في فلان راوية، فلان راوية أي مبالغة في الرواية ونحو ذلك. فكذلك هو بصيرة على نفسه، مبالغة في البصر، أي هو شديد البصر وشديد الدراية بنفسه. وإما أن المقصود: بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان هناك بصيرة على نفسه من جوارحه، أن جوارحه تشهد عليه في الدنيا وتشهد وتنطق عليه يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله
الذي أنطق كل شيء. فالإنسان سيأتي تأتي جوارحه شاهدة عليه يوم القيامة، وهو شاهد على نفسه، وهو بصير على نفسه، مقر بذنوبه، لكن يهرب الإنسان من نفسه كثيرا ولا يواجه نفسه ولا يحاسبها. وهذه هي الآفة، وهذه هي الداهية، وهذه هي قاصمة الظهر المهلكة التي تودي به إلى الهلاك. فلا بد من محاسبة النفس، ولا بد من اتهام النفس بالتقصير. فمحاسبة النفس هي التربص لها والتيقظ لها، وأن تكون دائما اليقظة لنفسك، تسألها لما فعلت كذا، لما تركت كذا، وإذا أحسنت تسألها لما لم تزدد في الإحسان، وإذا أساءت تسألها لما أساءت، وإذا قصرت لما قصرت، وإذا غفلت لما غفلت. فتكون يقظا لها، لأن النفس أمارة بالسوء، كما قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال البصيري رحمه الله: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وقال أيضا: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. فعليه أن يكون دائما يقظا لنفسه. وهذه هي النفس اللوامة التي أقسم الله تعالى بها، حيث قال: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهي نفس المؤمن التي تلوم صاحبها: لما فعلت كذا، ولما تركت كذا، ولما لم تفعل. والإنسان دائما يعني يستكثر ما يفعل، ويمل وينقطع، ويمن على الله عز وجل بفعله. ولذلك فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا فيه القدوة والأسوة، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، ولا والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن على الله مستكثرا عملك. هذا قول: لا تمنن بعملك الذي عملت، تقول عملت كذا وكذا وكذا، تستكثر ما عملت، فحينئذ تنقطع عن عبادة الله عز وجل، أو تكون مانا على الله، تمن على الله، وهذا لا يجوز، هذا يحبط العمل. وقيل: لا تمنن تستكثر، لا تمنن لا تضعف ولا تنقطع من من أنت الحبل إذا قطعته، لا تمنن عن العبادة، أي لا تضعف ولا تنقطع عن العبادة، تستكثر أي مستكثرا لها. وقيل غير ذلك. فلا بد أن تكون دائما محاسبا لنفسك، وتتهمها بالتقصير، لا أن تستكثر ما عملت، لأنك إذا عملت فإن غيرك يعمل أكثر في طاعة الله عز وجل. ولا بد أن دائما، لا بد دائما في طاعة الله أن تقيس نفسك على الأعلى لا على الأدنى. فإذا كنت تصلي تقوم لله تعالى كل يوم بجزء، فاذكر أن من عباد الله من يقوم بجزئين وثلاثة، وإذا كنت تقوم بثلاثة أجزاء فاعلم أن من عباد الله تعالى من يقوم في الليل بعشرة أجزاء. فإذا كنت تختم القرآن في شهر فاعلم أن من عباد الله من يختمه في عشرة أيام، وفي خمسة عشر يوما، ومنهم من يختمه في سبع، ومنهم من يختمه في ثلاث. إذا كنت تصوم الاثنين والخميس فاعلم أن من عباد الله تعالى من يصوم يوما ويدع يوما، وهكذا. فدائما لابد أن تستقل عملك، وأن تتهم نفسك بالتقصير، وأن تحاسبها في ذات الله عز وجل: ما فعلت؟ لما قلت هذه الكلمة؟ ماذا تريدين بها؟ ما نيتك في هذا العمل؟
ماذا تريدين بهذا الفعل إلى آخره، دائما تكون محاسبا لنفسك متهما إياها. هذه المحاسبة ستعود عليك بفوائد عظام، من هذه الفوائد إصلاح النفس وتهذيبها، ومن هذه الفوائد حينما تقف دائما لمحاسبة نفسك فإنك تقف على تقصيرها وتدرك نقصها، كالتاجر الكيس يقف دائما يحاسب نفسه فيعرف ما الذي ينقصه ويعرف ما الذي ربح وما الذي خسر، فهذا من فوائد محاسبة النفس. من فوائد محاسبة النفس أيضا أن تقف على تقصيرك، يورثك ذلك الحياء من الله تعالى. حينما يقف الإنسان على تقصيره في طاعة الله مع كثرة نعم الله تعالى عليه، فإن ذلك يورثه الحياء من ربه، والحياء من الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد محاسبة النفس أيضا الانكفاف عن الخلق، الانكفاف عن الخلق. إذا حاسبت نفسك ورأيت كثرة ذنوبك وتقصيرك وكثرة ما تركت من أوامر الله وما ينبغي عليك فعله من أمور كثيرة وواجبات كثيرة لله عز وجل، حينئذ تنشغل عن الناس، تكون منشغلا بهمك أنت، بذنوبك أنت، بالواجبات التي عليك. لكن الذي لا يحاسب نفسه قد فرغ من أمر نفسه وأخذ يتفرغ للناس فيقول هذا فعل كذا وكذا وهذا ترك كذا وكذا. من فوائد محاسبة النفس أيضا ولعلنا نختم بها الاستعداد ليوم الرحيل، والاستعداد لليوم الآخر هو من تعريف التقوى، فالتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة التقوى وأن يرزقنا محاسبة النفس والاستعداد للقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا